لمن لا يعرفه هو الداعية الإسلامي وجد غنيم المدان بالإعدام في مصر وممنوع من دخول دول عدة. البعض يصنفه ضمن خانة جماعة الإخوان المسلمين والبعض الآخر يدرجه ضمن التيار السلفي. بعد سنوات قضاها متنقلا بين الإقامة بين عدد من الدول العربية والأجنبية استقر وجد غنيم منذ 9 سنوات في تركيا، لكن يبدو أن حتى إقامته فيها لن تدوم. فقد نشر غنيم المعروف بنشاطه عبر مواقع التواصل مقطعا قال فيه إنه رغم فرحته بالفوز بولاية رئاسية جديدة لأردوغان، لكنه حزين بسبب رفض أنقرة منحه الجنسية التركية. لنستمع إلى ما قاله بالتحديد. الحقيقة يعني معلش أنا آسف، يعني كنت أتمنى إن فرحتي يعني تتم كده لكن للأسف أنا كنت مقدم على إن أنا أخد جنسية. والله حتى كنت عايز بس إقامة إن أنا أقيم، يعني يبقى عندي إقامة أقدر أمشي وأروح وأجي وأطلع رخصة وأتعالج وكده يعني. لكن 9 سنين لغاية دلوقتي قدمت على الجنسية واترفضت، لسه رافضينها من 3 4 أيام يعني. ادعوا لي من قلوبكم كده إن ربنا يجعل لي مكان يأويني. كشف غنيم أنه يبحث عن بلاد جديدة تؤويه، مضيفا بأنه غير معترف به في تركيا ولم يتمكن من استخراج جواز سفره أو تلقي العلاج. كغيري من المقيمين هنا في تركيا كثير من الناس حصلوا عليها، ولكن عندما ذهبت زوجتي إلى الأمنيات للاستفسار قالوا لها طلبك أنت وزوجك مرفوض. إلى الآن سنة 2023 9 سنوات ليس معي إقامة ولا جنسية، وبالتالي لا أستطيع استخراج رخصة قيادة تركية ولا أستطيع عمل أي شيء رسمي، فأنا غير معترف به هنا في تركيا، علما بأن باسبوري منتهي ولا يريدون تجديده في السفارة أو إعطائي أي أوراق رسمية. سافر الرجل إلى عدة بلدان منها بريطانيا، كندا، تونس، حيث ترددت أنباء عن منعه من دخولها. أبعد غنيم من البحرين عام 2008 ومن بريطانيا عام 2009. وبعدما يعرف بثورات الربيع العربي سافر إلى عدة بلدان منها كندا وتونس، حيث ترددت أنباء عن منعه من الدخول بسبب تدوينات وصفت بالتحريضية. وكثيرا ما تسبب غنيم بجدل واسع لمواقفه التي يراها كثيرون لا تتلائم مع نشاطه الدعوي، لذا كان من الطبيعي أن يثير موضوع إقامته في تركيا ردود فعل واسعة. هنا تدوين مشاهدينا لفهد العطاوي أحد المغردين، يقول سبق وأن نصحنا جماعة الإخوان المسلمين من الجنسية المصرية في تركيا بأن يقدموا اعتذاراتهم والتكفير عما فعلوه بدولتهم مصر ومن تلقاء أنفسهم قبل أن تضحي بهم تركيا. أما هنا السياسي المعارض المصري عمرو عبد الهادي يعلق: الشيخ وجدي غنيم صديق عزيز، ورغم اختلافي مع آرائه وأيديولوجيته لكن من الشيوخ القلائل المحترمين والصامدين واللي بيقولوا آراء والذين يقولون آراءهم ودفع ثمنها من أول رحيله من البحرين وقطر والسعودية، مناشدة للرئيس أردوغان أن تمنح الشيخ وجدي غنيم الجنسية. أما هنا أشجان نبيل: وجدي غنيم وبعد رفض تركيا منحه الإقامة فيها ما هو إلا أول اسم في قائمة كبيرة وقرارات أكبر يلتزم فيها أردوغان بإعادة إصلاح بلده من خلال هيكلة علاقاته مع الدول وأولها مصر والسعودية. تداولت تقارير صحفية أنباء مفادها بأن السلطات التركية قد رفضت مؤخرا تجديد إقامة عدد من المدونين والشخصيات المنتمية لحركات الإسلام السياسي. ليس خافيا مشاهدينا أن تركيا في عهد أردوغان مكنت قيادات الإخوان من العيش فيها واستضافت مقرات لهم وقنوات تابعة لجماعة الإخوان، لكن في الفترة الأخيرة ظهرت بوادر حسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، إذ كشفت تركيا عن جهود جديدة لإصلاح العلاقات مع القاهرة تضمنت تخفيف حدة الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية من قبل
وسائل الإعلام المعارضة التي تحتضنها. مشاهدينا، ومع إعادة انتخاب أردوغان سارت العديد من التحليلات حول مدى التغير الذي يمكن أن يحدث في سياسة أنقرة تجاه ملف الإخوان المقيمين على أراضيها. برز السؤال التالي: إلى أين يتجه أردوغان ومن التالي بعد وجدي غنيم؟ شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.